حتى بما ذكرت بموضوع بانتظار الأصوات إن كانت الخارجية أو المغتربين، هل يعني حسب المؤشرات ممكن أن تكون عامل حاسم في يعني ترجيح كفة الرئيسة التركية على حساب المعارضة، وخاصة بأن كان هناك أصوات كثيرة، يعني كان هناك يمكن تجاذب في هذه الأصوات في عدد من القارات وبشكل متفاوت؟ نعم، خصوصا بعض الدول كألمانيا وفرنسا والنمسا والتي يتواجد فيها عدد كبير من المغتربين، وخصوصا أن هذه المرة زاد فيها عدد الذاهبين إلى صناديق الاقتراع في خارج تركيا أكثر من المرات السابقة، فلذلك يبقى هذا الاحتمال، خصوصا أن ألمانيا بالذات لم يفتح فيها الصناديق كاملة والتي يمكن أن تؤثر بعض الشيء على نتائج الانتخابات، حيث أن أردوغان لا يريد إلا فاصلة 65 الآن للوصول إلى 50+1. المؤشرات الكبيرة بموضوع التصويت، ذكرت بأن هناك نسبة كبيرة، هناك تغير في عملية التصويت، كيف نقرأ كل هذا؟ حتى تحديدا في أسطنبول كان هناك تغير كبير بموضوع التصويت وتقاسم هذه الأصوات. يعني بطبيعة الحال إسطنبول وأنقرة يعني الآن يفوز فيها كليتشدارأوغلو على أردوغان في المدينتين، إسطنبول بفارق تقريبا حتى الآن 200,000 صوت وأنقرة ب100,000 صوت، وهذا دليل على أن رؤساء البلديتين في المدينتين في إسطنبول وأنقرة أكرم إمامأوغلو ومنصور يواش قد نجحوا في جذب بحكم رئاسة بلديتهم المرشحين ونجاح حملتهم الانتخابية إلى جوار كليتشدارأوغلو. فاليوم الناخب التركي الذي رشح كليتشدارأوغلو في إسطنبول هو في الحقيقة رشح ما قام به أكرم إمامأوغلو، على يعني الرغم أليس من مستغربا سيد أنس في إسطنبول تحديدا، وتحديدا عبر السنوات الماضية، تحديدا في يعني ما تم على يد أردوغان في إسطنبول كما ذكرنا، إن كان من ناحية السياحة من ناحية البناء التحتية، ما شهدته هذه المدينة بشكل عام؟ طبعا يعني الأمور التي والإنجازات التي عملها أردوغان خلال العقدين السابقين ابتداء من رئاسة بلدية إسطنبول وفترة حكمه والإنجازات العظيمة والبنى التحتية والمستشفيات والتنظيف ويعني المطارات ويعني الإنجازات الكثيرة التي يمكن لن يكفي الوقت لحسابه وهذه وصفها وبصورة جيدة في الحملات الانتخابية، لكن يبقى عامل الشباب وهم الذين يظهرون لأول مرة في الانتخابات وهم لا يعرفون قيمة ما قام به حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في إسطنبول أو في تركيا بصورة عامة، حيث أنهم ولدوا وهم كبروا ولم يروا غير أردوغان ولا ورأوا تركيا متطورة وتركيا نظيفة وتركيا بنى التحتية فيها يعني جيدة، وهم لا يعرفون أيام قبل أردوغان، ولذلك هذه النسبة التي تجاوزت في تركيا حوالي 5 مليون شاب أعتقد كانت أحد العوامل المهمة التي نرى فيها تقدم إسطنبول وأنقرة بالطبع. هل هذه